أهلا بكم مجددا في رحاب الإبداع والفن، رحلة فنية نعيشها وإياكم رفقة فنانين أبدعوا وبصموا مساراتهم بإنتاجاتهم التي تسعى إلى إغناء الرصيد الفني المغربي. محب للمسرح وشغوف بتشخيص الأدوار ذات الطابع الفكاهي، صقل موهبته بتكوين أكاديمي في المسرح والتنشيط الثقافي، حصل على جوائز وطنية أهمها الجائزة الكبرى في المهرجان الوطني للمسرح الاحترافي. لا يتوقف إبداعه الفني عند التمثيل المسرحي، وإنما يتعداه إلى تشخيص أدوار تلفزية وسينمائية. لن نطيل عليكم أكثر، ضيف حلقة اليوم في برنامج هيس بريس لايت هو الفنان سعيد أيتباجع. سعيد أهلا بك. شكرا جزيلا على الاستضافة. مرحبا بك معنا اليوم. احنا يعني جزيل الشكر لك اللي استضفناك معنا اليوم، اللي قبلتي الدعوة ديالنا. أكيد موقع جاد وبرنامج جاد، أكيد نكونوا مرحبا بك. كل حب سعيد. احنا كنعرفوا سعيد الفنان، سعيد كيقدم فوق خشبة المسرح، كيقدم أدوار في التلفزة والسينما. تحدث لنا على سعيد الشخص. سعيد شخص لا يمكن استبعاده من سعيد الممثل أو سعيد الفنان. إنسان بسيط مراكشي الأصل، مراكشي النشأة، وأيضا يعني روح الفكاهة جبتيها من مراكش ربما، من مراكش، من العائلة أيضا. يقطن في مدينة الرباط، ابن الرباط، صار قلبا ابن الرباط، يحب هذه المدينة الساحرة، المدينة الساكنة. تحقتي ربما بالرباط منذ أنك بديتي في المعهد. المجيء ديالي للرباط فقط من أجل التحاق في المعهد. أنا كنت في جامعة القاضي عياد بكلية الآداب شعبة علم النفس آنذاك. درست أولاً. سنتين من الفلسفة. كانت آنذاك الفلسفة يعني شعبة الفلسفة كانت فيها الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس، ما كانش تخصص. ثالث سنة يعني بعد سنة بعد السنة الثانية يعني تخصص في من بعد دونك كنا كنقراو كل شيء مشترك عاد كنديروا التخصص. فأنا السنة اللي غادي ندير فيها التخصص التحقت بمدينة الرباط من أجل دراسة المسرح. وعلاش ما كملتيش ربما في الفلسفة؟ هو يعني من حب الفن. حب الفن، لانه حتى فاش كنت في الجامعه شكون اللي داني للجامعه هو المسرح الجامعي. يعني كان عندك هدف، مغزى من كنا درنا واحد الفرقه مسرحيه انذاك، لانه التدرج من المسرح الطفل من المسرح الجامعي يعني من البدايات، من المسرح الهواة الى المسرح المدرسي الى المسرح، يعني فاش كنت طفل يعني عندك منذ الصغر الالتحاق ديالي بالجمعيات انذاك في مدينه مراكش، والالتحاق ديالي بالجامعه كان من اجل استكمال هذا تكوين هذه الفرقه المسرحيه اللي كان استاذ مبارك الفقير يشرف عليها. من بعد الالتحاق ديالي بالمعهد العالي للفن المسرحي. سعيد لا يؤمن بالصدف، يعني مباشره كان واحد التكوين من يعني كانت خير ديال الالتحاق بالمعهد بواحد سنتين يرجع ايضا الى انه الايمان ديالك بالفن والمحيط الاسري انذاك، رغم انه يعني محيط اسري يؤمن بالفن يؤمن بجدوى الفنون، ولكن كان واحد توجس قليل جدا انه هل يمكن أن تعيش بالفن؟ هل يمكن أن تكون أسرة بالفن؟ أنك تقتات من الفن؟ أنك تقتات من الفن، أنه يولي مهنة. كان واحد الخوف كبير عند الشباب في تلك الفترة. الأم ديالي حتى في الوسط الأسري ربما ولكن الأم ديالي لعبت واحد الدور مهم، رغم أنه كنا في ساعدتك ساعدتني، رغم أنه كنا في الأسرة دايرين فرقة غير في الأسرة حنا، يعني الأخ ديالي كيكتب، الأخ الآخر كيدير الإخراج، أنا واحد الأخ ديالي كنديروا التمثيل. كان جو أسري فني ولكن لا نؤمن بأنه التمثيل حرفة. الأم ديالي كانت هواية فقط وكان عندهم واحد الرأي صائب فترة من الفترات أنه ممكن أنك تدير كارير ديالك في مهنة أخرى ولا عندك موهبة أنه تزول الفنون بشكل آخر. والآن كتحتفظ بنفس الرأي؟ أحتفظ بنفس الرأي ولا نسبياً. نسبياً، لأنه في المغرب الفنون مهنة. سعيد صرحتي من قبل قلتي أن الفن
يعني أضحى ولا بدأ يسترجع عافيته بعدما كان ربما مريض سقيم عليل؟ يعني شنو كيفاش غتشرح لنا هذه المقولة ديالك؟ أؤمن بأنه تفاؤل يعني منطقك في العيش، منطق ديالي في العيش. ملي كنوض كيكون لحظات تشاؤم، ولكن ما كنبغيش نسقط فيها. لذلك كنقول دائما انا واحد الانسان خصني نبقى متفائل، خصني نبقى فرحان، خصني نبقى عايش مزيان. ملي كنشوف الساحه الفنيه كنقول بانه راه بخير. كاين عندنا دابا عروض مسرحيات وضاهي العروض العالميه في المستوى العالي. سعيد، ولينا كنشوفوا مجموعه من الوجوه جديده ظهرت، يعني سواء في السينما ولا في الشاشه ديال التلفاز. ربما وجوه كتلقى يعني كاين اللي عنده تكوين وكاين اللي ما عندوش تكوين اكاديمي، وكاين اللي كيقول انا عندي موهبه، وكاين اللي ربما حنا ما كتبانلناش فيه، حنا كمشاهد مغربي ما كتبانلناش عنده موهبه، ومع ذلك كتلقاه كيمثل في عدد من الادوار التلفزيه والسينمائيه. شنو الموقف ديال سعيد من هذه المساله هذه؟ انا اعتقد انها يعني صحيه، يعني ظاهره اللي موجوده في العالم كامل، غير واش كنحكموا على الاستمرار، واش الاستمراريه كتكون. كاين اللي عنده الموهبه وكاين اللي ما عندوش الموهبه. انا الموهبه كنحددها في يعني الموهبه أبسط. يعني كل شيء عنده الموهبه، غير واش قادر انه يواكب، واش قادر انه يتعلم وينميها. وكاين حنا كاملين دزنا من هذه التجربه ديال الا شتي المسلسلات والافلام الاولى اللي لعبناها في مسارنا المهني، يعني في مسارنا فرق بينها وبين كيكون واحد النضج فني من بعد في الاداء في الختوريه في العمق في يعني في جميع المجالات، ماشي فقط كتقتصر على الميدان الفني، في جميع الميدان في جميع سعيد، شنو الدور اللي كتلقى اللي ربما اديتيه فوق خشبه المسرح وحسيتي براسك انك بطل تلك المسرحيه مثلا؟ السؤال صعيب شويه. كاين بزاف ديال الادوار اللي اشتغلت مع نيت هشام جباري في المسرح، كيبقى واحد الدور استثنائي اللي لعبته ايمانا بقضيته، اللي هو الفقيه عبد الملك في مسرحيه ضيف الغفله. هاد الشخصيه ديال واحد يستغل الدين من اجل الوصول لمآرب اخرى، من اجل السطو على عقول الناس، من اجل مبتغى معين. وخدت مني وقت كثير في حفظ، ربما حتى في تقمص الشخصيه، حتى في البحث في المكنونات ديال الشخصيه، في التداريب ديالها. كانت من اخراج ديال مسعود بوحسين وتاليف حسن هموش. بالنسبه للدور التلفزي ربما او سينمائي؟ في السينما كيبقى خنيفيس الرماد، الدور ديالي مع الاخت والصديقه سناء عكرود ومحمد مروازي، اللي شارك فيه يوسف أوزلال اللي دار واحد كارير في الكوميديا جميل جدا. وكان فيه أمين ناجي، وكانت فيه حسنة طمطاوي. فيلم سينمائي يستحق أنه. أما في التلفزيون كاين بزاف، كاين الماضي لا يموت، كاين زواجي محال. غنهضروا على الماضي لا يموت. يعني هذا المسلسل الرمضاني حقق واحد الصدى واسع وسط الجمهور المغربي. واش كنتوا كتوقعوه؟ يعني هذا النجاح، هذا المسلسل كان متوقع؟ اكيد كنا نتوقع انه لانه الماضي لا يموت ديجا في الكتابه ديالو. الحبكه ملي قرينا كلنا السيناريو، يعني ما يمكنش كتقول هذا عمل متميز، مستوى عالي من جودة، جيد جدا، فيه تشويق في القراءة. ملي كتبدا في الحلقة الأولى وأنت غادي وكتقول فين غتوصل بينا الأحداث. ممثلين من خيرة الممثلين اللي كاينين في الساحة، تبارك الله. كاينين أستاذة فاطمة خير، رشيد الوالي، نسرين الراضي، فريد الركراكي، كاينه احلام الزعيمي، كاين داداس، يعني كاين واحد الانتقائيه، كاين 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 ممثلين جميلين جدا. ولكن كاينه اداره فنيه
اللي واقفة على كل شيء، وكاين المايسترو اللي هو المخرج اللي هو هشام جبري اللي كيسهر على كل صغيرة وكبيرة، وكاين أيضا ما نساوش بأنه السيناريست جواد الحلو دار دار دار, دار عمل كامل عمل. سعيد، أنت محب وتكن يعني واحد النوع من الحب خاص لأبو الفنون اللي هو المسرح، حضورك في التلفزة وفي السينما حتى وعندك حضور طبعا الحال وازين، لكن حضورك في المسرح أقوى وأكثر من 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 التلفزة والسينما، ما كتشوفش أن هذه كتقلل ربما حظوظك في الشهرة؟ ولا سعيد ما كيبحثش على الشهرة؟ ما عمرنا قلبت على الشهرة وما كنبحثش عليها وما كنبغيهاش. المسرح شي حاجة قريبة لقلبي وعندها عندها تكون واحد علاقة مباشرة مع الجمهور، مباشرة مع الجمهور، وعندها حتى علاقة بالطفولة ديالي، أنني كنت كنحلم ندير المسرحيات ونطلع فوق الخشبة. حلم الصغار يتحقق الآن. يتحقق الآن، ما عمر كان ما عمر دخل فيه التلفزيون في الحلم ديالي، ما عمر دخلت التلفزة ولا نهائيا نهائيا. الشهرة صارت بسيطة جدا، ثقافة البوز، ضغط على الزر، ضغط على الزر، ثقافة البوز، ثقافة التشهير، ثقافة البحث يعني عن إمكانه يولي يولي مشهور في دق في ثانية، ممكن أنه يولي مشهور. سعيد، أنت نموذج للفنان المثقف، أنت درستي بالمعهد والآن أنت أستاذ في المعهد، كتلقن طلبة، يعني الدروس اللي تلقيتيها أنت في وقت معين، كيفاش كتعيش هذه التجربة مع الطلبة ديالك؟ الطلبة ديالي في المعهد يعني كنعشق هاد الطلبة. علاقة خاصة. علاقة خاصة، علاقة خاصة مبنية على واحد النوع ديال الحب. علاش؟ لأنه كنشوف راسي ملي جيت من مدينة مراكش، كنقول جيت طفل، جيت واحد الدري صغير باحث عن أفق جديدة، باحث عن أمل، باحث عن موطئ قدم، عن موطئ قدم في مدينة الرباط، في العاصمة، في مدينة اللي فيها مسرح محمد الخامس اللي هو البوابة ديال المسرح المغربي. هاد الطفل اللي كبر ومن بعد سال القراية ديالو، من بعد مشى دار واحد التخصص ديال الإسبانية ورجع يقري طلبة المعهد، لقى راسو أمام مرآته، كنشوف راسي في بعض الطلبة. كنشوف ديال الإسبانية شنو كانت طبيعة التكوين؟ درست تقنية البهلوان كتخصص جديد في المغرب. الحس الفكاهي دائما حاضر، كان حاضر وصرفت بزاف في الاشتغال ديالي، يعني هذيك الدراسه ديالي دخلتها في بزاف ديال المشاريع، كنحس بها في ادوارك الفنيه اللي حتى في حياتي الخاصه، يعني حتى في حياتي الشخصيه مع الاصدقاء كيكون فيها نوع من الدعابه ونوع من الضحك، كنحس بها يعني حتى قبل ما نبداو الحوار ديالنا، كيكون في اجتماعات وفي عز الازمات وفي عز النقاشات، ومع ذلك كان 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 كنديروا الممنين يدوزوا ضحكوا. سعيد، جديدك الفني والمسرحي؟ يعني نشتغل الان في فرقه ايسيل للمسرح والتنشيط الثقافي على مجموعه ديال المشاريع التوعويه. عندنا مشروع مسرحي اللي درنا به اللي هو القسمه، وايضا مسرحيه مكتوب اللي كيناقشوا موضوع الإرث بالنسبة للمرأة في المغرب، أيضا مسرحية رحمة، مواضيع اجتماعية، مواضيع اجتماعية من الواقع المعاش، من الواقع المعاش ومن المآسي ديالنا، من ما نعيشه نحن في المغرب. مسرحية ديال رحمة هي واحد الصرخة في وجه مدونة الأسرة، في إعادة النظر في مدونة الأسرة وفي تزويج القاصرات وما إلى ذلك من مواضيع. يعني عندك عدد كبير من المسرحيات اللي كتشتغل عليهم على طول السنة. على طول السنة هي فرقة مسرحية أصلها في مراكش وموطنها في الرباط، فرقة مسرحية اللي كتاخذ من المواقع من القضايا الإنسانية ومن القضايا اللي كيعيشها المغرب، مسرحيات من أجل التوعية، وكنمشيو للبوادي والقرى في المغرب العميق. مشينا لعبنا مثلا أول مسرحية محترفة كتدخل مدينة فساي، أول مسرحية محترفة كتلعب في ترقيست. سعيد، غنعطيك مجموعة من الكلمات غتحيلهم مباشرة على أسماء، ملي كنقول لك الإبداع، كلمة الإبداع، من هو الشخص المبدع في نظرك؟ نقول اسم هشام جباري. السند؟ فاطمة بنهرة الأم ديالي، ما خليها لك، الله يحفظك. الأمان؟ الأمان ما كاينش أمان، ما نقدرش نقول لك الأمان. سعيد، ما كيحش بالأمان؟
هذه كلمه كبيره، كلمه ديما كنقول واش كاين، واش كنحس بالامان ولا ما كنحسش الامان نسبي. ما لا القدوه الحسن عيد باشا ابدي عبد الله يخليه لك سعيد. حنا الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين. سعيد حنا اليوم جد سعداء باستضافتك معنا في برنامج هز بخاس لايت. تقاسمتي معنا افكارك، تقاسمتي معنا مشاريع الفنيه اللي مقبل ان شاء الله انت على العمل فيها. شكرا لك مره اخرى. شكرا لك ندى، شكرا على هذا البرنامج الراقي اللي ما كيبحثش لا على بوز لا على والو، كيبحث على الاراء والافكار ومناقشه الافكار. وشكرا لهيسبريس. مرحبا. وشكرا بزاف مع 3 بوان. شكرا جزيلا، شكرا لك، الشكر كيرجع لك انت اللي قبلتي دعوتنا وجيتي عندنا وتحملتي عنا يعني الطريق وجيتي. شكرا جزيلا سعيد. ونكون الآن قد وصلنا إلى آخر الحلقة. شكرا على طيب المتابعة، نلتقي في الحلقة القادمة مع فنان مبدع آخر. إلى اللقاء وفي أمان الله.